السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد الشطي. والحمد لله الأوضاع شوي تحسنت والمطارات بدأت تفتح والناس بدأت تسافر، فاليوم نأخذكم في الترافل شوبينج ونتكلم عن الأشياء الرئيسية والمعدات الأساسية في تصوير السفر. حياكم. خلنا نبتدي مع أهم شيء في السفرة اللي هو الباق، الجنطة، لأن أنت راح تكيف الجنطة على معداتك، راح تدري أنت شو راح تأخذ معاك، فتختار هل تبي مساحة 30 لتر مثلاً أو تأخذ أغراض أقل، مثلاً في خيارات ثانية 20 لتر. أنا وايد أحب البيك ديزاين، من أفخم الجناط، تتحمل كل الظروف، مطر، هايكينج، وايد لايف، رايحين كينيا مثلاً، وايد راح تنفعكم، وايد راح تعتمدون عليها. طريقة المداخل والمخارج ودخول المعدات وخروجها وايد سهل، فهايلي ريكومندد انصح فيها. عندكم 30 لتر وعندكم 20 لتر كذلك. الجنطة الثانية الأساسية اللي هي هذه، هم بيك ديزاين صغيرة، تقدرون تحطون فيها الباور بانك، الشواحن، الميموري كارد، الكيبلات، الوايرات، كلها تكون موجودة داخل. وهم السحاب سيلد، فنفس موضوع الجنطة العودة، خلينا نقول اختها، تتحمل معاكم الظروف الجوية وما كنتوا في السفرة. واحدة من المعدات المهمة اللي هي الكلينينج كيت، ضروري تكون معاكم كلينينج كيت، لأن راح تبدلون انتوا العدسات وانتوا أوتدور، الجو ممكن يكون هناك غير عليكم، فتحتاجون في نهاية اليوم ترجعون على الفندق وتنظفون العدسة والسنسر مال الكاميرا، فهذا ماست هاف كيت. طبعا واحدة من الكاميرات الأساسية في السفرة اللي هي الجو برو. ليش الجو برو؟ اللي هي الهيرو 9، لان جميع الاكسسوارز الحين صارت متوفره عند اي بي، مثل ما انتم لاحظين كل شيء موجود عندهم، على حسب نوع سفرتكم، على حسب الادفنتشر اللي انتم قاعد تسوونه، تقدرون تختارون الاكسسوري اللي تناسب هذه الرحله. اذا كنتم من محبين تصوير الشارع، الوايلد لايف، الستريت، الاندي فلتر ماست هاف لايف سيفر، راح ينقذكم في اوقات تحتاجون في الاندي فلتر عشان تطلعون صوره متكامله او فيديو حتى. ريكونسيدر وفكروا في موضوع الاندي فلتر، ضروري تاخذونه معاكم. طبعا قبل اتكلم عن كاميرات الفلوج، ابي اتكلم عن الجوريلا بود، وايد ممتاز حق الفلوجينج، ف خفيف وعملي وتحتاجونه بالسفر انا متاكد. اذا انتم تصورون فلوج انصحكم في مايكات الشوتجن الرود، عندنا هذا وعندنا هالنوع اكبر شوي يكون طبعا، وفي النوع المحبب حق الجميع اللي هو هذا الصغير، حجمه مناسب ما ياخذ مساحه، وصوته ممتاز وادائهم جدا ممتاز، فالاختيار عندكم، يا تاخذون الشوت جن وانا انصح بهذول الاثنين، او اذا تبون تكلفه اقل وحجم اقل ولايت ويت تاخذون المايك اللي هو الفيديو مايكرو. من افضل الكاميرات حاليا موجوده بالسوق بدون مجامله الزي في 1، سوني زي في 1، ممتازه، عمليه، حجم ممتاز، اداء ممتاز. تحبون فلوج وهم بتصورون فيها فيديو، فوكس سريع تعتمدون عليه، الزي بي 1 اختيار موفق حق السفر والرحلات. طبعا الباديات والكاميرات ما راح ادش في ديتيلز، انا ما ادري شنو الكاميرات اللي موجوده عندكم، لكن اهتموا بالعدسات اللي بتاخذونها معاكم. اذا انت بتصور وايد لايف مثلا، العدسات اللي عندك كلها وايد انجل، فكر تروح وتاخذ تليفوتو لينس. اذا عندك كلها تليفوتو وماكرو وبتسوي فلوج مثلا، تحتاج عدسة واسعة 14 16 20، فعلى حسب نوع التصوير والرحلة اللي انتم رايحينها، فريكونسيدر اللينس اكثر من البديات. لكن اذا تبون تاخذون بديات، اي بي حاليا عندهم عروض من فترة فترة، في خصومات وفي ريديوس على الاسعار، فاحسن حزة تاخذون بدي اذا ما عندكم بدي خلال الفترة الحالية، باسعار مناسبة حق الجميع. مثال مثل ما قلت لكم، ساعة اختاروا نوع العدسات اللي تناسبكم، هذه كانون الارف 15-35، ممتازة حق الفلوج، ممتازة حق اللاندسكيب، موجودة حاليا عند اي بي وورد، يعني عدسة غنية عن التعريف، انصح فيها وبشدة، مع اني انا مستخدم سوني، لكن هذه بيست تشويس وبيست كواليتي. الحين ننتقل من الوايد انجل لينس، نروح حق تليفوتو لينس، ال 100-400 سوني، الجي ماستر 4.5 ل 5.6، انا شخصيا هذه راح استخدمها انا ياهي عشان اخذها، لان وراي سفره لاندسكيب، فاحتاج ال 100-400، ممكن راح يحوشني شويه وايد لايف،
وايضا راح اقدر استخدمه في تصوير الشارع. فعدسة ممتازة من سوني اذا سفرتكم مثل سفرتي فل 400 او حتى 7200 اختيار موفق حق هالنوع من الرحلة. لا تبخلون بموضوع الميموري كارد، اخذوا معاكم اكسترا ميموري كارد، اخذوا معاكم كارد ريدر، اخذوا معاكم بطاريات اكسترا اضافيه، اخذوا شاحن اللي يشحن لكم بطاريتين بدل بطاريه واحده. اذا عندكم مثلا سبير انتم راح تطلعون طول اليوم وراح ترجعون اخر يوم فتحتاجون معاكم باكر بطاريات مشحونين مع بعض، ما تشحن واحده واحده وهذه شحنت وهذه ما شحنت، فمن يصير ثاني يوم انتم جاهزين حق الرحله وحق التصوير. انا كذي خلصت، نتمنى لكم رحلة سعيدة وتروحون وترجعون بالسلامة. نشوفكم على خير.